في الحقيقة أول ما عرفنا أنه بوجود مستشفى أطباء بلا حدود رحنا لهم وطلبنا منهم تدريب طلابنا كويس من القسم، وبالذات اللي هم طلاب السنة الرابعة واللي هم متوقع تخرجهم بنهاية العام. والحقيقة يعني ما قصروا وعملوا برنامج تدريب للطلاب، يعني برنامج صراحة أنا يعني بعتبره برنامج مذهل. التميز كان حقيقة الأول شيء الانضباط كويس، ثاني شيء كان التميز أنه البروغرام معروف، يعني كان الطالب يعلم إيش راح يشوف هذاك اليوم، على ماذا راح يتدرب. أوكي، هذا كان يعني متميز جدا هذا الشغل. هذا للأسف الشديد غير موجود في البرامج الثانية بالمراكز الثانية، يعني كان الطالب منظم وقته من الساعة مثلا 8:30 للساعة كذا في عندك جلسة، من الساعة كذا في عندك مثلا إن سيرفيس، في برنامج تدريبي على حالة معينة. هذا السبب اللي خلى برنامجهم متميز جدا بالمقارنة مع البرامج الثانية بالمراكز التدريب الثانية أو المستشفيات الثانية.